حقيقة صدمنا من هول ما رأينا على كل الأصعدة. حقيقة رأينا جثامين للشهداء ملقاة على يعني نحن نقدر الموقف، وليبدو بأن المشهد الإنساني الذي عاينته بنفسك كان جدا مؤثر. نحن جميعا تأثرنا بهذه الصور والمشاهد التي نقلتموها إلينا من داخل حي الشجاعية، ونقدر تماما الحالة الإنسانية والمشاعر. احنا نايمين في بيتنا عادي، ما بعرفش انا، ضربوا صاروخ، طلعنا جراي على الشقة، ضربوا الصاروخ الثاني، طلعت لقيت مرتي في الممر بتموت قاعدة. شفت لك صارت أمي ماتت، ودينا على المستشفى لكنها صارت شهيدة. قربت من شباك الغرفة أختي، لا هو ضرب صاروخ من الشقة اللي تحتينا، لا هي ماتت صارت شهيدة. وشقتنا تكسرت، ما نعرفش وين لقيت حنعيش. ما كناش عاملين اجا صحيت من النوم مع صاروخ تعزيري، جينا نلملم اغراضنا، لا هو ماما اجا الصاروخ، ما كان سواني اساسا، لا انا ماما في الممر، صرنا نصوج بولنا اسعاف، والاسعاف ما دخلوا يعني بتموت. الله يرحمها. مستشفى الشفاء ترقد بيسان ظاهر، فقدت والدها ووالدتها وأشقائها وشقيقاتها، وانتشلت وحيدة من تحت أنقاض منزلها في حي الشجاعية. هذا ذنبها اللي صار فيها هيك عشانها فلسطينية، شايف؟ هذا لو إنها إسرائيلية وصار فيها كده كان كل العالم إيه؟ كان كله أدان واستنكر وشجب وقال هذا إرهاب وكذا، بس هذا مش إرهاب. هذا مشاهد صادمة ومروعة حقيقة حقيقة، وشهادات حية من هذا الحي المنكوب الذي ما زالت النيران تشتعل فيه، وهو على شفير أن تستأنف قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف، والذي تابعناه منذ ساعات الليلة وحتى ساعات الصباح قبل أن تدخل هذه الهدنة حيز التنفيذ، ليتمكن طواقم الإسعاف والصليب الأحمر من انتشال جثامين الشهداء. الآن قصف جديد، الآن قصف جديد. يلا 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 يلا، اشهد ان لا اله الا الله. الله يلا ارحمنا يا الله، يا رب ارحمنا. هي هي استاذ قاسم، الناس بتطفوا علي، قاعدين بموتوا، ناس بتموت في الشوارع، ناس مش عارف ايش تعمل، ما فيش دار تنحرق، والغاز بتدب الدنيا، كل الناس بتموت قاعدهم، والصليب بتسكر خط وجهنا، بقول لك ابا مش شغلي، شغل مين ابا؟ اذا هو مش شغل الصليب شغل مين؟ مش فاهم انا. والله يا خضر انهدمت عروسنا واحنا في قلبها، اولاد صغار وكبار، نقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل الحكومات العربيه. الهي دورنا واولادنا واحنا في قلب الدور، وين نروح؟ ولا قدرنا نطلع ولا طول اصحابك التنزيل ولا حشي، اليهود الله يقدم عليهم صاروخ بتفطر الدور علينا فروسنا. هذا الصواب عندكم؟ كل واحنا صرنا نتلبد في الحيطان لحد ما صرنا نجري ونكبر ونطلع من طول الحيطان، وطلعنا بحجوبه من الدار والصواريخ فوق روسنا. حسبنا الله وانت نعم الوكيل على كل الدول العربيه، ما يخلي فيهم انفاخ نار يا رب. Thank you.
قتلني فوق مستشهد قدامك يعني ما رقت اطير ميه قعدت انا وياه وما رقت اطير ميه الا لقيته وقع على وجهه ودمه بشقع من النتفه ودمه بشقع ما حدش قدر يوصل لكم لا ما حدش قدر يوصل له من الصبح هالوقت لهالوقت الاطفال بدل ما ياخذ رجعه الحليب بيبعتوا له صاروخ محشي بمفجرات انت لك دار انا لي دار وفاقد اربع اولاد فاقد اولادك مين ومين اولاد ابن اثنين اولاد اثنين اسكت يا بطل